يبتدي يشتغل الشغل الحلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. مدد يا رب، مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تقطع عنا رفدك ولا تقطع عنا مددك. اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك وإلى رسولك، وأسعد خلقك بك وبرسولك، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك، وأفرح خلقك بك وبرسولك، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنا به وعنا معه. قالوا إن الإمام حجة الإسلام مجدد 105، يعني أعلم واحد في القرن الخامس سيدنا الإمام الغزالي هذا رحمه الله تعالى. ومما كشف لنا المرات السابقة أن أمراض القلوب منصوص عليها في القرآن أنك يجب أن تجتنبها، وأن يجب أن تحصل الصفات الحميدة التي من خواص القلوب مثل اليقين والتوكل والصبر وما إلى ذلك. قال ثم قال بعد، قال في آخر ما ذكرناه أنه إيه الطريق إلى الله أو العقبة العلم والعمل. خلاص. وبعد كده ابتدى يقول إن العلم أفضل من العمل، وقال وإنما صار العلم أصلا متبوعا يلزمك تقديمه على العبادة لأمرين، إنك أنت العلم تقدمه على العبادة لأمرين، أحدهما لتحصل لك العبادة وتسلم للعبادة تصح وتسلم. فإنك أولا يجب عليك أن تعرف المعبود ثم تعبده، وكيف تعبد من لا تعرفه؟ يبقى دي إيه؟ ده الأمر الأول، إنك أنت تحصل العلم، أحدهما لتحصل لك لتحصل لك العبادة وتسلم، إن العلم مقدم على العبادة. والخاصية الثانية قال والخصلة الثانية التي توجب تقديم العلم أي على العبادة، فهي أن العلم النافع يثمر خشية الله تبارك وتعالى ومهابته وتعظيمه. فقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذلك أن من لم يعرفه حق معرفته لم يهبه حق مهابته ولم يعظمه حق تعظيمه وحرمته، فبالعلم يعرفه ويعظمه ويهابه. فصار العلم يثمر الطاعات كلها ويحجز عن المعصية كلها بتوفيق الله تعالى. وليس وراء هذين مقصد للعبد في عبادة الله سبحانه وتعالى، ما فيش مقاصد بعد كده هيصل للعباد. يقول الإمام ده الجديد اليوم، فعليك بالعلم أرشدك الله يا سالك طريق الآخرة أول كل شيء، والله ولي التوفيق بفضله ورحمته. فعليك بالعلم، بعد ما قال الخصلتين اللي يقدم فيها العلم على العبادة، فعليك بالعلم أرشدك الله يا سالك طريق الآخرة أول كل شيء، أو كل شيء تعلم، والله ولي التوفيق بفضله ورحمته. ولعلك أن تقول قد ورد الخبر عن صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. فما العلم الذي طلبه فرض لازم، وما الحد الذي لابد للعبد من تحصيله في أمر العبادة؟ فاعلم. طيب، قال بعد ذلك إيه؟ أما هو استوثق من أن العلم هو مقدم على العبادة، ابتدى يتكلم عن ما العلم اللي فرض عين أو فرض كفاية، أو ما هي شروط العلم المطلوب. يعني قال
ولعلك أن تقول قد ورد الخبر عن صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا حديث مختلف فيه، إلا أنه هذا الحديث معناه صحيح خلاص كما ذكرنا قبل ذلك. وفي رواية على كل مسلم ومسلمة، والرواية دي كلمة مسلمة زائدة ليست من أصل الحديث النبوي خالص، أما الحديث ده فمختلف فيه أصلا. فلما ورد الحديث ده أو ورد بالإجماع أن العلم مطلوب قبل العمل وقبل العبادة، وأن العلم تصح به العبادات مع الإخلاص، وأن العلم كل ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه، وكل ما تعين عليك عمله تعين عليك علمه، فهو فرض عين في كده. واحد الصلاة مفروضة، هيصلي من غير علم الصلاة إزاي؟ إنها 5 صلوات، وإن الظهر 4 ركعات، وأن يلزمها وضوء، وأنه يلزم دخول الوقت. فإذا جهل ده كله كيف يؤدي العبادة إلا بالعلم؟ فما العلم الذي طلبه فرض لازم؟ وما الحد الذي لا بد للعبد من تحصيله في أمر العبادة؟ يعني سؤالين وهيجاوب عليهم. فما العلم الذي طلبه فرض لازم؟ يبقى العلم اللي هو فرض. وما الحد الذي لا بد للعبد من تحصيله في أمر العبادة؟ ما الحد أي ما مقدار العلم الذي يقف عند حده في الوجوب، ها، الذي لا بد للعبد أي يجب عليه تحصيله في أمر العبادة؟ رايح؟ طيب، فاعلم أن العلوم التي طلبها فرض في الجملة 3: علم التوحيد، وعلم السر أعني به ما يتعلق بالقلب ومساعيه، وعلم الشريعة. حديث سيدنا جبريل شرحناه كذا مرة، ها، الإيمان اللي هو التوحيد، السر اللي هو الإحسان، ما يتعلق بالقلب ومساعيه ومقاصد القلب، وعلم الشريعة اللي هو الإسلام، الإسلام اسم علم الشريعة، والتوحيد علم العقيدة اللي هو الإيمان. الشريعة هي علم الإسلام، والتوحيد علم الإيمان، وعلم السر أعني به ما يتعلق بالقلب ومساعيه اللي هو الإحسان، خلاص. فدول 3 أنواع من العلوم التي هي فرض عين، التي هي واجبة فرض في الجملة، وأخوذة من حديث سيدنا جبريل. وأما حد ما يجب من كل واحد منها، فالذي يتعين فرضه من علم التوحيد مقدار ما تعرف به أصول الدين. طيب ابتدي يتكلم عن إيه؟ علم التوحيد اللي هو الإيمان. وأما حد ما يجب من كل واحد وأما حد ما يجب من كل واحد منها أي من الـ3 علوم، فالذي يتعين فرضه من علم التوحيد مقدار ما تعرف به أصول الدين، وهو أن لك إلها عالما قادرا مريدا حيا متكلما سميعا بصيرا واحدا لا شريك له، متصفا بصفات الكلام والكمال، ومنزها عن النقصان والزوال ودلالات الحدوث، منفردا بالقدم عن كل محدث، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق. طيب، وأما حد ما يجب من كل واحد منها أي من العلوم 3: علم الشريعة، وعلم الحقيقة، وعلم الإحسان أو الطريقة أو علم القلوب، فالذي يتعين فرضه من علم التوحيد، يتكلم عن فرض علم التوحيد، مقدار ما تعرف به أصول الدين، وهو أن لك إلها عالما، هيبتدي يتكلم عن الصفات 7، صفات المعاني 7. العالما دي صفات معنوية، أن الله عالم بعلم، فبيتكلم يبقى في صفات معاني وصفات معنوية، وهي 7:
وكل صفة من صفات المعاني يتعلق بها صفة معنوية. فالله فصفة العلم ها دي صفة معاني، خلاص يتعلق بها صفة معنوية وهي كونه سبحانه وتعالى عالما، خلاص. صفة القدرة خلاص دي صفة معنوية، صفة معاني يتعلق بها كونه سبحانه وتعالى قادرا. صفة الإرادة يتعلق بها كونه مريدا. صفة الحياة يتعلق بها كونه حيا. صفة الكلام يتعلق به كونه متكلما. صفة السمع يتعلق به كونه سميعا. صفة البصر يتعلق به كونه بصيرا. وقبل ذلك طبعا صفة أنه واحد سبحانه وتعالى. فدي ايه تكلم عن الصفات السبع، واضح؟ على مذهب أهل السنة والجماعة اللي هو ما سبق أبو محمد الغزالي الإمام الأشعري، أول مؤسس لعلم العقيدة هو الإمام الأشعري طبعا، أنه جمع العلم وصنفه وألفه واحدا لا شريك له، متصفا بصفات الكلام الكمالي ومنزها عن النقصان، أنه له جميع صفات الكمال والجمال بلا انتهاء، المطلقة الغير متناهية، خلاص، ومنزه عن جميع صفات النقصان بلا انتهاء، ها، بأي درجة من أي ما يتحقق به نوع نقصان، فهو متصف بجميع صفات الكمال والجلال، خلاص، والجمال، خلاص، بلا حصر لتلك الصفات. فالأسماء هي صفات الله تعالى، والله الأسماء الحسنى أي صفاته سبحانه وتعالى. ويقول العلماء أن لما الصفة تمكنت صارت اسما، لما فلان ده أخذ يبقى كريم، وهذا أيضا في على صفات الله تعالى، فلان كريم 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 لغاية لما أطلق عليه اتنسى اسمه من كثر ما هو كريم، وقالوا هذا هو الكريم يا كريم، واضح؟ هكذا أن تمكنت الصفات من الذات فأصبحت أسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويجي ان الاسماء دي غير محصور، ها، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، يبقى الاسماء غير محصوره. بينما المحصور عندنا 220 اسم مثلا، لكن هي في الحقيقه في وصف الله تعالى غير محصوره، كل جلال وكمال وجمال مطلق هو وصف لله تعالى، متصفا بصفات الكمال اي والجمال والجلال، منزها عن النقصان سبحانه وتعالى، منزها عن النقصان اي ادنى نقص. درجه علماء التوحيد وهم بيشرحوا لما يجي الكلمه يكون لها معنى بعيد، زي كلمه ايه ان تجعل الباء في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانه، قال لك انت هتجعل اسم الله كالاله تستعين بها وتجعله اله، يبقى بلاش الاستعانه، خليها للمصاحبه على سبيل التبرك، ها، عشان تخرج من موضوع الاستعانه دي فتشبه اسم الله بانه آله. فقال لك لا، ده في موهم من بعيد بان في نوع نقص او ايه، يعني ما يصحش، مش فيها نقص، ده ما يصحش ان تجعل اسم الله آله. قال لك انت تستعين به على سبيل التبرك، ها، مصاحبه على سبيل التبرك، منزها عن النقصان، منزها عن النقصان والزوال ودلالات الحدوث، أي منزها عن النقصان والزوال ودلالات الحدوث، منفردا بالقدم عن كل محدث. فهو منزه عن النقصان وعن الزوال لأنه قديم أزلي أبدي، خلاص. ودلالات الحدوث، منزه عن دلالات الحدوث أن تقوم به الحوادث أو يحل في حال، ها، فزي الحديث هو بيقول كده، كان الله ولم يكن معه شيء، ها، وخلق وكان الله ولم يكن معه شيء وخلق ثم خلق الخلق وهو على ما عليه كان، ما فيش تغير في ذات الله تعالى، بنص الحديث اللي في البخاري، كان الله وليس معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، ها، وخلق الخلق وهو على ما عليه كان، اي كما هو، لم تكن الذات الالهيه محل للحوادث، لا هي تحل في حادث ولا تحل الحوادث فيها. يبقى ومنزه عن دلالات الحدوث، مددك يا رب، لان طبعا في ناس تقول لك انت الكلام ده مش موجود، طب ما هو الحديث بيقول اهو وهو على ما عليه كان، فدل على عدم نزول الحوادث في ذات الله تعالى وان الله لا يحل في الحوادث، خلاص. منفردا بالقدم عن كل محدث، كل الاشياء حادثه وهو المنفرد بالقدم سبحانه وتعالى، وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق فيما جاء به عن الله تعالى وتقدس،
وفيما ورد على لسانه من أمور الآخرة. تكلم عن الشهادة لله علم الإلهيات، والشهادة للرسول علم النبويات، ها، وفيما ورد على لسانه من أمور الآخرة علم السمعيات. كلامه عميق جدا يا مولانا، مؤسس علم التوحيد هو الثلاث أقسام دول، الإلهيات والنبويات والسمعيات، جابها في سطر. ثم مسائل في شعائر السنة يجب معرفتها، وإياك أن تبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ما لم يأتي به كتاب ولا أثر، فتكون مع الله سبحانه وتعالى على أعظم خطر. طيب، الله 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 الله. وهذا يشير، ثم مسائل في شعائر السنة تجب معرفتها أي قطعا، زي ما ثبت من القيامة والساعة وما إلى ذلك، والأمور دي سواء ثبت منها بالسنة دون أن يكون ثبت في القرآن، لأن ثبت بالقرآن قطعي، وما ثبت في السنة بتواتره زي الدجال، الدجال متواتر 70 حديث بيتكلم عن الدجال، فالدجال كشخص تواتر معنوي أنه سيظهر قبل قيام الساعة وهكذا. ثم مسائل في شعائر السنة يجب معرفتها، خلاص، وإياك أن تبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ما لم يأتي به كتاب ولا أثر، أي سنة، فتكون مع الله تعالى، مع الله سبحانه وتعالى على أعظم خطر. ولذلك العقيدة السليمة في سطر، نحن نؤمن بكلام الله تعالى على مراد الله تعالى، مش على مرادنا احنا، على مراد الله تعالى، ونؤمن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، مش على مرادنا احنا، مرادنا احنا غير مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، مراده هو قطعي وهو العالم بحقيقة الأمور، وننزه الله عن كل نقص. فالسطر ده كده، دي العقيدة الإسلامية السليمة، إذا لقيت الله بها كنت ناجيا. ما تزودش بقى، ما تزودش، ولا تجعل لازم المذهب مذهب، لأن لازم المذهب ليس بمذهب إلا لو كان لازما، ها، بينا بالمعنى الأخص. فكل تلاقي التانيين يعمل إيه، لازم المذهب يجعله مذهب خلاص مطلقا كده، لكن لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يكون لازما بينا بالمعنى الأخص. وإياك أن تبتدع في دين الله سبحانه وتعالى أن تزود في وصف الله تعالى بما لم يأتي بالنص، واضح، ما لم يأتي به كتاب ولا أثر، أي سنة، فتكون مع الله سبحانه وتعالى على أعظم خطر. وجميع أدلة التوحيد موجود أصلها في كتاب الله سبحانه وتعالى، جميع أدلة التوحيد مذكورة في، موجود أصلها في كتاب الله سبحانه وتعالى، الصفات السبعة المعاني والمعنوية موجودة، خلاص. وليس ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري للصفات السبع إلا أنها رؤوس المسائل، رؤوس الصفات التي تدور تحتها الصفات، واضح، الصفات السبع بيدور تحتها بقية صفات الله تعالى اللي هي لا نهائية، خلاص. وجميع أدلة التوحيد موجود أصلها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد يعني العلماء، علماء السلوك والتربية، في 220 اسم الله تعالى معروفين منصوص عليهم في القرآن والسنة مثلا، فهم بحثوا إيه الأسماء التي يدور عليها ال 220 اسم، فجعلوا أسماء أساس، ها، جعلوا رؤوس الأسماء، وبعدين وجدوا أن ممكن أن تستتبع تقيب أسماء تانية، فروع الأسماء، بشرط يبقى 13 اسم دول اللي جمعوهم أهل السلوك والتربية، أجمعوا عليه أهل السلوك والتربية من أول الجيلاني لما قبله ولغاية الآن، 13 اسم، ها، لا إله إلا الله، الله هو حي قيوم حق قهار، قالوا طيب، وبعدين الأسماء الفرعية، ها، ربنا يذكرني بها، عزيز، ها، وهاب، ودود، ها، مهيمن، باسط، واحد، تلاقي كل الأسماء بقى بـ 220 الباقين مندرجين تحت ال 13 اسم دول، فبيجعلوا رؤوس للأسماء، زي ما جعل الإمام أبو الحسن الأشعري كمؤسس لعلم العقيدة 7 صفات بس، خلاص.
وجميع أدلة التوحيد موجود أصلها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وشرحنا قبل ذلك كذا مرة بعد التأكد من الدكتور جمال فاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به وعنا معه إن في حاجة اسمها أصول العقائد اللي هي تعريف علم العقيدة، وهي إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية، ويبقى العقائد الدينية أصولها بتثبت من الأدلة اليقينية. طب فروع العقائد من الأحاديث الصحيحة والحسنة، فروع العقائد ممكن يستدل بها بالحديث الضعيف، ها زي ايه مسألة أولاد الكفار في الجنة ولا في النار، ده فروع العقائد خلاص. فورد حديث صحيح فيها بأنها من أنهم في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المسلمين قال في الجنة، قال والكفار، قال وأولاد الكفار أنهم في الجنة، حديث صحيح. لكن العلماء اختلفوا برضو فيها، رغم الحديث صحيح في أحاديث أخرى جت ضعيفة فتدل على المعنى ده، وزيك ده مش من المقطوع به، ده المختلف فيه ده لأنها فروع. وقد ذكرها طيب، وجميع أدلة التوحيد موجود أصلها في كتاب الله سبحانه، وقد ذكرها شيوخنا رضي الله تعالى عنهم في كتبهم التي صنفوها في أصول الديانات. خلاص أصول الديانات ماشي. وعلى الجملة كل من ما لا تأمن الهلاك في جهله فطلب علمه فرض لا يسوغ لك تركه، فهذه وبالله التوفيق. وعلى الجملة فكل ما لا تأمن الهلاك في جهله، أن تجهل أن الله قدير خلاص، أو تجهل أن تجهل أن الله قدير دي صعبة يعني تصف بالعكس، لكن العلم بأن القدرة لا تتعلق بالمستحيلات ولا بالواجبات، ده زائد، ده علم زائد خاص بأهل علم التوحيد المتعمقين خلاص. إن قدرة الله تتعلق بالممكنات والجائزات بس، ولذلك يقول لك إيه القدرة لا تتعلق بالمستحيل. هل يستطيع الله تعالى أن يفني نفسه؟ أقول له سؤال غلط، لأن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، وفناء ذات الله تعالى مستحيل. واضح؟ فالقدرة لا تتعلق بالواجبات ولا تتعلق بالمستحيل، إنما القدرة تتعلق بالممكنات والجائزات. لكن ده من أعماق علم التوحيد، الفروع اللي داخلها أو المتخصصة في العلم خلاص. وعلى الجملة فكل ما لا تأمن الهلاك في جهله، إنك لو جهلت به تكون هلكت بسبب إنكار صفة من صفات الله تعالى أو وصف الله بما لا يليق به بذاته العلية المقدسة، فطلب علمه فرض لا يسوغ لك تركه، فهذه إن اللي ما تخافش، هذه يعني إيه، اللي ما تأمنش الهلاك يبقى فرض عين، هذه ما تأمنش الهلاك يبقى فرض عين عليك، فهذه وبالله التوفيق. وأما الذي يتعين فرضه من علم السر فمعرفة مواجبه ومناهيه حتى يحصل لك تعظيم الله تعالى والإخلاص له والنية وسلامة العمل، وجميع ذلك يتأتى في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. وأما الذي يتعين فرضه من علم السر اللي هو علم الإحسان، علم التصوف، علم السلوك والتربية، فمعرفة مواجبه أي الصفات الواجبة أن يحصلها القلب، اليقين، الصبر، الحلم، عدم الغضب وهكذا، ومناهيه اللي هي إيه؟ العجب، الكبر، الغضب، السخط، الجزع، حتى يحصل لك تعظيم الله تعالى. وأيضا الصفات الخاصة بالله تعالى اللي متعلق القلب بالله تعالى اللي هي، ودي المقصد العام، دي المقصد الخاص أصلي اللي هي خلاصة المقاصد، إنك أنت تكون قلبك قائم في الذل والعبودية والخضوع والخشوع والطاعة لله تعالى خلاص. وأما الذي يتعين فرضه من علم السر فمعرفة مواجبه أي ما يجب من صفات القلب التي يجب تحصلها، سواء كانت متعلقة بالله تعالى أو متعلقة بتطهير النفس، أو ما كل داء يقابله دواء خلاص. يعني مثلا الكبر يقابله التواضع، كل صفة خسيسة يقابلها صفة حميدة، وكل صفة حميدة يقابلها صفة خسيسة خلاص. والغالب في الصفات أن يكونها لها حد التوسط وبعدين لها طرفي نقيض، زي الشجاعة والتهور والجبن،
فالشجاعة هي الصفة المطلوبة بصفتها طبعا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. طيب والتهور ده يخدم من غير لزوم. طب والجبن ده طرفي نقيض. كل صفة أيضا الغالب فيها أنها لها طرفي نقيض ولها وسط. وقلنا قبل كده كذا مرة أن كل وسط بيها ها اللي هو الحد المعروف، وأعلى الوسط ده حال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصفة، فهو عين الصفات الجميلة الحميدة عليه الصلاة والسلام. وأما الذي يتعين فرضه من علم السر فمعرفة مواجبه أي ما يجب، ومناهيه أي ما ينتهي عنه في القلب، حتى يحصل لك تعظيم الله تعالى والإخلاص له والنية وسلامة العمل. إن العمل يسلم بقى، ولو في رياء هيبطل العمل معه أو ينقص الأجر أو يجعلك آثم. وجميع ذلك يأتي في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى عز وجل. وأما ما يتعين من علم الشريعة فكل ما يتعين عليك فرض فعله وجب عليك معرفته لتؤديه كالطهارة والصلاة والصوم، اللي هي القاعدة اللي نقلها الإمام النووي في مقدمة المجموع، أو نقلها من عند الإمام الغزالي، الغزالي شيخه في سلسلة الفقه الشافعي. فكل ما يتعين عليك فرض فعله وجب عليك معرفته، بس هو الصياغة بتاعت الإمام النووي تعين عليك علمه، كل ما تعين عليك فعله تعين عليك علمه، أي فرض عينك تتعلم العلم بتاعه لتؤديه كالطهارة والصلاة والصوم. ها؟ كيف تتطهر للصلاة وكيف تصلي وكيف تصوم. وأما الحج والزكاة والجهاد فإن تعين عليك فرضه وجب عليك علم، كل ما تعين عليك فعله تعين عليك علمه. خلاص، واحد ما تيسرش للحج ولا سعى عنده المالية، يبقى لا يجب تعين الحج، لا يجب أن يتعلم علم الحج. واضح؟ فيكون علم الحج في حقه ليس مفروضا. طب ده توفرت لي الأموال وهيحج السنة الجاية، تعين عليه أن يتعلم الحج. خلاص، الزكاة واحد ما عندوش نصاب يبقى ما يجبش عليه، بس يجب عليه أن يعرف النصاب قد إيه، يعني كإيه رأس المسألة. فإذا حصل نصاب وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. والجهاد واحد مش من أهل الجهاد، امرأة خلاص ما يتعلمش عليها أحكام الجهاد، لكن واحد شاب وقوي ويتدرب على السلاح ويجاهد في الجيش الإسلامي يتعين عليه أحكام الجهاد، أنه لا يأكل وأنه لا يأكل المال إلا أن يرجعه الإمام. ها؟ أما يجي تقع له غنيبة أو في يرجعه الإمام مش يأكله هو. خلاص، وأيضا ألا يجهز على جريح، ها، وألا يتبع موليا، وأن يجتنب الوجه وهو يقاتل، وأن يمسك نفسه عند انقضاء الجهاد ها، ويرجع إلى خلق يتحكم في أخلاقه، لأن الفارس بيبقى عنده ثورة. خلاص، فالثورة دي تدفعه أنه ممكن يغلط. ثورة مطلوبة وقت الجهاد، لكن بعد الجهاد الثورة بتستمر عنده، فيجب أن يلين نفسه ويهدئ نفسه ويلاحظ نفسه في الغضب، ها، عشان حتى لا يتعدى على المسلمين. وأنا راجع بقى منتصر، ها، فأي حد هيكلمني يقول لي كلمة مش هيعجبني، لا، هدي نفسك، ائتمر بأمر الشرع هكذا. طيب، وأما الحج والزكاة والجهاد فإن تعين عليك فرض بأن توفرت فيك شروطه، شروط الوجوب وجب عليك علمه، فرض عين برضه تتعلمه لتؤديه، وإلا فلا، ما يجبش عليك لو كان ما توفرتش فيك شروط الوجوب. فهذا حد ما يلزم العبد تحصيله من العلم لا محالة في الأشياء دي كلها، وتعين فرضه بحيث لا بد لك من ذلك. فهذا حد ما يلزم العبد تحصيله من العلم لا محالة، وتعين فرضه بحيث لا بد لك من ذلك، أي تعين فعله بحيث لا بد لك من ذلك أن تتعلمه، بحيث لا بد لك من ذلك أي من فعله، من فرضه أي من فعله. فإن قلت هل يفترض علي أن أتعلم من علم التوحيد ما أنقض به جميع ملل الكفر وألزمهم الحجة الإسلام، وأنقض به جميع البدع وألزمهم حجة السنة، فاعلم أن هذا فرض على الكفاية. نقف هنا إن شاء الله، لأن المسألة دي جديدة.
بعض المتشددين من أصحاب البدع يقول لك إيه؟ يجب أن تعرف جميع التواخيط حتى لا تكفر بها. ها؟ يعني لازم أعرف 3000 عبادة اللي موجودة في الهند، ده في الهند بس 3000 عبادة، لازم أعرفهم 3000 عشان ما أقعش في الشرك. لا، تعرف أصول التوحيد بس وتنكر ما سوى ذلك. خلاص، فهنا ده اللي هنتكلم عنها المرة القادمة، إن إيه؟ لا يجب عليك جميع علم جميع أن تعلم جميع التواخيط حتى لا تقع فيه، إنما تعلم إيه؟ رؤوس التواغيط أو رأس الطاغوت الواحد وهو الشرك بالله. خلاص، فإذا برئت من الشرك برئت من كل عبادة، من إيه؟ من الكفر والشرك ومن كل حاجة. بس، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل. في أسئلة؟ رؤوس الأسماء، رؤوس الأسماء الحسنى 220 اسم أو أكثر، ففي حاجة يكون عليها مدار بقية الأسماء الحسنى، زي ما قلنا إن الصفات في علم التوحيد، ها، قال صفات معنوية وصفات معاني 7، كل صفة معنى صفة معاني يقبلها صفة معنوية، عالم بعلم، قدير بقدرة، حي بحياة، ها، متكلم بكلام، سميع بسمع، بصير ببصر. الصفات السبعة دي عليها مدار بقية الصفات بتاعت الله تعالى، تندرج فيها بقية الصفات كأنها أصول للصفات. هكذا برضو الايه الأسماء السبعة هي أسماء الله الحسنى 220 اللي احنا نعرفها، أو لا توقيفية، على من قال بأن الأسماء توقيفية، ومنهم من قال بأنها غير توقيفية يجوز القياس فيها، لكن الأسماء 220. رؤوس الأسماء التي يدور عليها بقية الأسماء 7 و6 إضافية، فدول بيدور عليهم إيه؟ بقية الأسماء تندرج تحتها أو تكون مشتقة منها، أو زي بالظبط كده أسامي التوحيد. يعني ممكن تذكر مرة فيها 7 و6، عايز الأسماء يعني نفسها؟ أهل الطريق كلهم مجمعون على إيه؟ لا إله إلا الله، الله هو حي قيوم حق قهار، دول الـ7 الأصول. وفي 6 فروع، واحد عزيز، ها، ودود، وهاب، مهيمن، باسط. يعني في كلمة باسط بتديك معنى الرحمة، وهي دي من رؤوس الأسماء طبعا. خلاص، الرحمن الرحيم، واضح. لكن الرحمن الرحيم مندرجة في السابق، في 7 و6، واضح. ايش تاني؟ الايه؟ يعني التوحيد والشريعة، زي ما قال لك كده في علم التوحيد، العقيده كده الاجماليه مختصره بس، ده اللي فرض على المكلف. وهيجي بعد كده يقول لك طب ادله التوحيد والرد على على الطوائف الضاله والمنافقين والرد على المشركين بطوائفهم، قال لك ده مش فرض عين، ده فرض كفايه، ده اللي هنشرحه المره القادمه. ماشي، في حاجه تانية؟ والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، والحمد لله على ما من وأفاض وأنعم وأكرم وحفظ وعصم، والحمد لله على نعمه، وصلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله.